بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. فناخذ آية 8 و9، يقول ربي سبحانه وتعالى مخاطبا حبه الأول عليه الصلاة والسلام وهو قائدنا الأعظم: فلا تطع المكذبين. نيكوت جامي سي سو كي تو تريت دو مونتور او كي فوا تو ميساج كوم ان ميساج بو ان ميساج دو ان ماغما دو مونسونج. فلا تطع المكذبين. واحنا ما عندناش طاعه غير طاعه الرب والنبي الكريم عليه الصلاه والسلام، وكل من يطيع غير ذلك فهو منافق ومشرك وهم من جماعة الضلالة والخسران في الدنيا والآخرة وفيما بينهما في أثناء الحياة البرزخية. والسلام.